تمترست تنسج حبكاتها بدفء وتنقش فساتين الصبايا بتطريزها الناعم. أمضت حياتها وراء آلة الخياطة لأنها لم تؤمن يوما أن مهنة الخياطة ستزول. أكثر من 40 سنة أمضتها السيدة فتحية العشي خياطة تكسب من عرق جبينها ومن نسج أناملها إلى أن انتهت حبكة عمرها على منوال الأيام. اليوم تودعها مدينتها بنت جبيل بعدما أنهكتها صحتها المتعبة وبعدما عاصرت أكثر من جيل. الراحلة كانت قد تتلمذت عند إحدى أشهر سيدات بنت جبيل في المهنة، وبدورها أعطت خبرتها لفتيات تتلمذن في بيتها. سافرت في فترة سابقة إلى أمريكا واشتغلت بين أبناء الجالية، إلا أنها فضلت الاستقرار في بنت جبيل وما تخلت يوما عن الإبرة والخيطان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما أترا. بين هاتين الصورتين 10 سنوات من معالم العمر والتعب. هنا لأول مرة تبارح فتحية مكوك ماكينتها وتترك من ضضة مشغلها وما بقي من أقمشة بلا تفصيل. سبق أن ذكرناها في تقاريرنا كواحدة من أشهر الخياطين في المدينة. ستذكرها بنت جبيل بالخياطة الطيبة التي وسمت مناسبات السيدات والصبايا بألوان خيوطها وحاكت لنفسها سيرة حسنة ملؤها الكد.